عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكي ساري. لو لسه اول مره بتشوفيني، ما تنسيش بقى تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده اللي انا بنزلها، وما تنسيش كمان اللايك او الديسلايك، تمام؟ طبعا زي ما احنا متعودين، او زي ما انا كمان متعوده، يعني ان انا كل يوم اتنين بعمل وصفات طبيعيه للبشره، حاجات موجوده في البيت، حاجات طبيعيه جدا. وزي ما قلت لك، لو جبت اي حاجه بسيطه من بره فبقول لك مكانها وبقول لك سعرها وبقول لك كل حاجه عنها. فانا النهارده عامله لكم وصفه ممتازه بجد، حلوه جدا، نتيجتها سريعه، بتدي نضاره بطريقه مش ممكن، بمكونين برده اتنين بس. هتشوفي الوصفه معايا وهتعجبك باذن الله، واتمنى ان انت تجربيها. احنا عموما يعني طول اليوم، يا شغل يا اولاد يا مذاكره يا دروس يا بيت يا اكل يا الكلام اللي احنا عارفينه المعتاد يعني. فلا يعني خصصي على الاقل يوم ما بقولكيش يومين، لا يوم، ان انت تهتمي بنفسك. لازم بجد، علشان تعرفي تدي اي حاجه لاي حد طاقه ايجابيه، لا لازم انت اصلا تكوني مبسوطه، تكوني بتعملي حاجات انت بتحبيها. خصصي يوم ليكي تهتمي بنفسك، خصصي نص ساعة في اليوم تقعديها مع نفسك، اشربي حاجة في هدوء، انت فاهمة انت الجو ده. فلازم ان انت تخصصي اي وقت حتى لو بسيط لنفسك، علشان تقدري تكملي الحياة، وربنا يقويكي ويقوينا يا رب. عايزة بقى اقول لكم برضو على حاجة تانية. انا عارفه ان انا بقالي فيديوهين بطلع اقول لكم مثلا انا هقول لكم على حاجه تانية والوصفه في الاخر، بس والله العظيم يعني بصوا الوصفه اصلا مش هتاخد دقيقتين. فانا طبعا بحب جدا ان انا اتكلم معاكم، وبعتبركم فعلا اخواتي وصحابي وحبايبي. وكل ما بيحصل لي اي موقف بحس ان انا عايزه اطلع واقوله لكم علشان نستفاد كلنا من الموقف ده. هقول لكم بقى الموقف اللي حصل. احنا النهارده يعني النهارده الحد، تمام؟ الصبح الساعة 10 كده لقيت جايلي تعليق، طبعا المعتاد، دعميني. طب نعم، ما انا اتخنقت يا جماعة، يعني دعميني؟ طب ما انا لسه قايلة في الفيديو مش عايزين نقول الكلمات المحظورة، الكلمات ادخلوا، ملاش الفيديو بتاعه كنسلوه خالص، بس ادخلي على اي فيديوهات ناس تانية هيقولوا لك نفس الكلام، في كلمات محظورة ما ينفعش ان انت تقوليها، ولو قلتيها انت بتضري نفسك وبتضريني معاكي. طب انت واحده عايزه تضري نفسك، طب خلاص، وقابله، ويعني الناس بتنصحك وانت قابله، طب انا ذنبي ايه؟ ما هو انا كمان من حقي ان انا احمي نفسي، صح ولا انا كلامي غلط؟ المهم لقيتها بقى ايه، كاتبه لي دعميني، فرحت عامله لها لايك على التعليق، ورحت كاتبه لها تعليق قمه والله العظيم في الادب وفي الاحترام. وانا اصلا من طبعي ان انا ما بحبش ان انا اغلط في حد، حتى لو غلط فيا ما بحبش الموضوع ده. المهم لقيتها بتقولي دعميني، رحت كاتبه لها، قلت لها بصوا هكتب لكم وبرده هعمل لكم شات سكرين بالكلام اللي اتقال بالظبط واحطه لكم، علشان ما بقاش بجود في الكلام اللي اتقال والكلام ده كله. يعني فيما معناه ان انا قلت لها ان في كلمات محظوره، واتمنى ان انت تشوفي الفيديو بتاعي او فيديو غيري وهتعرفي الكلام ده، ونورتيني وكده يعني. المهم لقيتها ايه، الكلام ده بقى الصبح الساعة 10، لقيتها بقى على الساعة 5 أو 6، عارفين بقى الفيديو بتاع القطايف الجميلة الصغننة دي اللي انا كنت عاملها، في مليون غيري بيعملها بطريقة واو واروع، بس انا بقول لكم الطريقة اللي انا عملتها وبرده عجبتني. وانا يا جماعة متقبلة النقد في اي شيء والله العظيم، لان انت دخلتي مجال لازم تتقبلي فيه كل حاجة، لازم. ودي كمان الحياة، يعني دي اصلا الحياة، انت في حياة في الحلو وفي الوحش في كل حاجة في حياتك، لازم تبقي متقبلة ده ومتقبلة ده، وتعرفي تتعاملي مع ده وتعرفي تتعاملي مع ده. المهم لقيتها بقى ايه عاملة لي على فيديو القطايف الجميلة دي، كاتبة لي يا زي ما بقول لكم كده يا، والايموشن اللي انتوا عارفينه ده، عارفين انتوا المنظر ده، حطوه بقى كتير بقى قوي. المهم انا اتصدمت، يعني طب ليه يا بنت الحلال؟ طب ده انا حتى لما انت كتبتي لي الصبح دعميني والكلام ده انا فهمتك، يعني يعني حتى لو انا وجهت لك تعليق والله العظيم بطريقه محترمه جدا، انا في نفس اللحظه دخلت على صفحتها وشفتها، وصفحتها بصراحه حلوه مش وحشه، بتعمل وصفات سريعه وحلوه، يعني عامله مشروبات حلوه جدا، وكانت عامله ايس كريم عجبني قوي برده. فالمهم انا علقت لها عليه واديت رايي والدنيا تمام وخلاص. الساعه 6 بقى اتفاجئت بقى ايه بموضوع يا ده،
فرحت عامله لها لايك على اليا ده. انا كنت قادره ان انا امسح التعليق، بالعكس انا ثبت لها تعليق وعملت لها لايك وعملت لها القلب ده، ورحت رد عليها قلت لها مش معنى ان انا قلت لك على حاجه مثلا ان انت ما ينفعش تتكلمي في بالطريقه المحظوره دي او كده، برضه هحط لكم شوت سكرين بالكلام، يبقى انا رافضه وجودك، انت فوق راسي والموضوع مش كده، انا خايف عليكي وعليا، وانا كمان شفت وعجبني الايس كريم بتاعك وتسلم ايديكي، كل الكلام ده كله في التعليق، وعجبني الايس كريم بتاعك وتسلم ايديكي ونورتيني. ده التعليق. انا بقى عايزه افهم، بص هو انا عارفه اصلا ان هو مش حوار ان انا اطلع اتكلم عليه، بس اللي انا عايزه اوصله لكم ان احنا بجد بجد لازم ان احنا نحب الخير لبعض. انا احب ان انت تنجحي وانت تحبيني كمان ان انا انجح، والتوفيق ده بتاع ربنا، يعني احنا في الدنيا دي بنسعى والتوفيق في الاول وفي الاخر بيد ربنا. ممكن ناس بتعمل فيديوهات كتير جدا وفيها شغل كتير جدا وناس كتير جدا بتصرف على قنواتها وما بتنجحش، وفي ناس ما بتصرفش وبتعملش الكلام ده كله وبتنجح. فالتوفيق في الاول وفي الاخر ده بتاع ربنا. فاللي انا عايزه اقوله لكم ان احنا يا جماعه فعلا ما قدامناش اي حل تاني غير ان احنا فعلا لازم نحب الخير لبعض. اتمني لي النجاح، وانا اقسم بالله انا اصلا بتمنى الخير لاي حد في الدنيا. ما بحبش الاذى وما بحبش الشر، ما بحبش ان انا ارد على حد بطريقه مش كويسه. اتمنى ان انتوا كمان تبادلوني نفس الشعور ده معايا او مع غيري. بس كده، ده الكلام اللي انا كنت عايزه اقوله لكم. ويا ستي لو انت بتشوفيني او لسه متابعاني، انا عن نفسي انا ما لغيتش الاشتراك بتاعك، حقك فوق راسي لو انا ضايقتك في حاجه، بس انا كنت عايزه اوصل لك معلومه ممكن توصل لك مني، او انت ما قدرتيش ان انت تفهميها مني بس ممكن انت تستقبليها من حد تاني. احاول ان انت تسالي في الموضوع ده وتعرفي علشان خاطر ما تضريش نفسك وتضري اي حد حواليكي. يلا بينا نشوف الفيديو، ويا رب يعجبك ان شاء الله. واسفه جدا على الاطاله، بس بجد انا ده كان موقف، وانا زي ما قلت لكم انتوا حبايبي، وانا بحب ان انا احكي لكم كل حاجه بتحصل. واتمنى بقى ان انت تعملي الوصفه دي وان شاء الله هتعجبك جدا جدا، ونتيجتها سريعه وسهله خالص بمكون عندك في البيت. يلا بينا نشوف الفيديو، ويا رب ان شاء الله يعجبك. يلا بينا. بصي بقى، جبت شويه من الكركديه، شويه كده صغيرين، ومعلقه صغيره من النشا، بس كده. هو ده الماسك بتاعنا النهارده. هتجيبي بقى ميه سخنه وتحطيه على الكركديه ده، وهتسيبيه لمده 10 دقايق لحد بس ما ايه يبقى كركديه، يعني من غير بقى عليه سكر ولا اي حاجه، هو كده تمام. هتسيبيه بقى لمده 10 دقايق كده، وبعد كده هترجعي هتروحي مصفياه. اهو هبتدي ان انا اصفيه. بجد الماسك ده رائع، اقسم بالله تحفه جدا. انا جايباه اصلا من واحده بتعمل ماسكات يعني على النت، برضو ليها قناه، بس ما شاء الله عليها بجد تحفه بجد، فعجبني جدا الماسك ده، فقلت ان انا برضو لازم ان انا افيدكم بيه. جربته كذا مره وفعلا بيجيب نتيجه من اول مره، وتحسي بقى وشك نضر كده ومحمر وكركديه بقى انتوا عارفين يعني. وطبعا تبقي واخده بالك تبقي لابسه اي حاجه انت مستغنيه عنها، عشان لو اي نقطه كده جت عليه يعني خلصت بقى. ماشي، هنزل بعد كده بقى بالنشا عليه وهقلبهم بقى كده مع بعض. جربيه والله العظيم هيعجبك جدا. هفضل بقى اقلب كده كويس لحد ما يتقل، وما تقلهوش قوي يعني، ما تسيبوش على النار كتير، علشان لما بتسيبيه يبرد بيتقل برضو شويه. يعني انت طبيعي يعني مش هتحطيه على وشك وهو سخن، هتسيبيه مثلا ربع ساعه او تلت ساعه لحد ما يبرد خالص، وبعد كده هتبتدي ان انت تحطيه على وشك. فلما بتسيبيه بقى الفتره دي بتلاقيه بقى ان هو تقل. بجد جربيه مش هتندمي خالص، ومكون بسيط وموجود عندك في البيت، كركديه وشويه نشا ما فيهمش اي حاجه. زي ما قلت لك ما تنسيش نفسك ابدا، حبي نفسك جدا، اعملي كل حاجه تبسطك علشان تعرفي تحبي ولادك وتحبي بيتك وتحبي جوزك. لازم ان انت تكوني مبسوطه، لو انت مقريفه ومتضايقه والله لو عملوا ايه يعني.
يا رب ان انا النهارده كده اكون يكون الفيديو بتاعي خفيف عليكم وما اكونش طولت عليكم، وانا اسفه بجد لو طولت عليكم في اول الفيديو، بس انا زي ما قلت لكم انتوا حبايبي وانا بحب جدا ان انا اتكلم معاكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والفيديو اللي جاي هيبقى ان شاء الله وصفه حلوه جدا جدا بنستعملها كتير وهتعجبك ان شاء الله. يلا اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. باي باي.